الجميع في تونس يعيش الآن حالة من الترقب لقرارات وإجراءات بتأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد المقبلة. طرحنا عليكم مشاهدين سؤالا عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالحدث المختلفة بشأن الأولويات التي تشغل بال المواطنين التونسيين. البداية كانت من المغرد محمد الذي طالب بحل البرلمان والعودة للنظام الرئاسي، لا أحزاب لا برلمان على حد قوله. أما إشراف فطالبت بمحاسبة أو الفاسدين والاستفتاء على نظام الحكومة وحكومة لتسيير الأعمال في فترة انتقالية لحين موعد الانتخابات الجديدة. أما المغرد الآخر هو مهدي، اختلفت بحسبه الأولويات عن البقية، طالب بإصلاح منظومة التعليم بداية وإصلاح بالتأكيد قطاع الصحة خاصة بعد كل المشاكل الصحية وانتشار فيروس كورونا وعدم قدرة تونس على توفير اللقاحات، فيما أولت مغردة أخرى هي ندى الأهمية لمحاسبة مرتكبي العمليات الإرهابية وكل من شارك في سرقة أموال الشعب ومحاسبة منفذي العمليات الإرهابية، ورفضت بحسبها رفضت الحوار مع من نكل بالشعب التونسي وفق ما علقت. مطالب اجتماعية معيشية ينتظرها التونسيون أيضا كهذا المغرد مروان الذي طالب بتوفير العمل وإرساء العدل وتكافؤ الفرص وتطهير تونس من الفساد. نجوى طالبت بمحاسبة شخصيات سياسية على رأسها الغنوشي أولا والبحيري والعريض والباقون وفي النهاية حل البرلمان.